للحديث أكثر عن استمرار تفشي وباء كورونا في العراق مع ازدياد أعداد الوفيات وعدم قدرة الحكومة على حماية الكوادر الطبية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، بداية مرحبا بك. العراق يحتل المرتبة 16 عربيا والسادسة 36 عالميا بأعداد الإصابات بفيروس كورونا. الحكومة من جهتها ترى أن المواطن هو السبب في الوصول لهذه المرتبة، إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيح؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. صراحة لا يمكن أن نضع اللوم أو المسؤولية لهذا الانتشار الكبير على عاتق المواطنين، بالعكس نحن منذ البداية رأينا التزام كامل من المواطنين بإجراءات الحظر والحجر الصحي، ولكن فتح الحدود بسبب وجود مصالح تجارية للأحزاب السياسية وعدم الاكتراث بوضع أجهزة تفتيش وتعقيم للمواد التي تدخل، هذه الأسباب تسببت في تفاقم فيروس كورونا داخل المجتمع العراقي. والسبب الآخر قيام رجال دين، يعني رؤساء لأحزاب سياسية وهم رجال دين في نفس الوقت، بالإصرار والتحدي هذا الوباء واعتباره لا يؤثر على المراقد الدينية، وبالتالي تم فتح المراقد الدينية أمام المواطنين. للأسف هذا الأمر تسبب أيضا في انتشار كبير للفيروس. هذا يعني أنه الحكومة منذ اليوم الأول لم تكن تتعامل مع الموضوع بمسؤولية كاملة، بل أهملت هذا الموضوع إلى أن انتشر بهذا الشكل الذي نراه اليوم. وإلى اليوم نرى أن الحكومة وخاصة رئيس الوزراء منشغل باللقاء مع الإعلاميين وتصوير الصور وهذه الأمور، ليس لديه تواجد فعلي أرى عرض الواقع ليرى حال المستشفيات. نحن نرى أن الإعلام العالمي وصحيفة واشنطن بوست والإعلام العالمي أصبحت تتحدث عن النقص الموجود في العراق والأزمات الموجودة. المواطن إذا كان المواطن أستاذ شاهو يتحمل بعض المسؤولية، فأين الحكومة من حماية الكوادر الطبية بعد تكرر الاعتداءات عليهم؟ طبعا الحكومة والأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تلعب دورها الكامل وفق القانون، وبالتالي لا تستطيع حماية الكوادر الصحية. نحن منذ اليوم الأول ولدينا تواصل معهم، الكوادر الصحية يقومون بجهد عظيم جدا لأنها جهود فردية. كما قلنا لا يوجد استراتيجية للدولة، لا يوجد عقلية للدولة. يعني عندما ترى خلال 17 عام الماضية نرى أنها الدولة نشأت أو بنت أقل من 10 مستشفيات صغيرة أيضا وليست بكامل المواصفات. دولة كاملة وأكثر من ألف مليار دولار موجود في خزينتها خلال هذه الأعوام لم تستطع أن تبني مستشفيات ولم تستطع أن تؤهل الكوادر، وبالتالي الكوادر تقوم بعمل عظيم، وعلى الرغم من ذلك يتم الاعتداء عليهم، والأجهزة الأمنية لا تستطيع الدفاع عن الكوادر الطبية. أيضا هناك سيد شاهو يعني بلا شك إصابات كبيرة بين صفوف الأطباء، يعني معظم يعني المتخصصين والمراقبين يرون أن المستشفيات في العراق أصبحت حاضنة للوباء أكثر من كونها تقدم العلاج للناس. إذا كانت الحكومة منشغلة عن حماية الكوادر الطبية بقتل المتظاهرين، محاربة ما يسمى الإرهاب المتوهم، هل تنشغل عن حماية الكوادر الطبية باللوازم الوقائية بالأمور التي يترتب عليها أو الواجب عليها فعله بعد تكرر وفاة الأطباء بمخالطة المصابين داخل المستشفى؟ طبعا هناك إهمال بخصوص هذا الأمر، وأيضا هناك الآن مناشدات في مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على قنينة الأكسجين وأجهزة الأكسجين، ونرى أنها مفقودة لا يوجد، والدولة لا تتدخل لتوفير هذه الأمور، والدولة لا تتدخل لمساعدة الكوادر الطبية. وحسب المعلومات أن الكادر الطبي عندما يصاب بالمرض الطرف الأعلى يهمل هذا الأمر ويجعله يخالط عائلته، وبالتالي ينشر الفيروس بشكل أكبر. يعني طريقة التعامل مع هذا الفيروس في العراق هي مجرد رد فعل ومحاولة للتخطي أو تهميش الأمور، وليست بناء على استراتيجية دولة لمحاربة هذا الأمر. نحن رأينا أن الدول الناجحة في العالم كانت لديها استراتيجيات وحافظت على اقتصادها. في العراق الأمر مختلف تماما، الأمر فوضى في كل مكان، كما في الجانب السياسي وفي الجانب الاقتصادي، في الجانب الصحي أيضا يعني هناك فوضى. أيضا أستاذ شاهو، يعني أصبح الآن الشعب العراقي ربما يعني
حقل اختبار، الحكومة بشرت بوجود الحل للمصابين بفيروس كورونا وذلك في العقار الروسي الذي استوردته. كيف تستورد الحكومة عقارا لم يجرب سريريا حتى في روسيا التي أنهكها الفيروس؟ طبعا هذا الأمر مهم جدا، ومنذ البداية إذا تذكرنا عندما تحدثوا عن عقار سيتم إنتاجه في سامراء، وبعدها تحدثوا عن تعاون مع شركات الأجنبية والروسية والآن آخرها روسية، لا ندري هل هذه الأمور لديها أصل أم أنها مجرد فساد آخر، لأنه كما قلنا هناك ملف فساد حتى داخل كورونا، حتى داخل موضوع كورونا. يعني بدل أن يكون هناك استجابة لمقاومة ومكافحة الفيروس، رجال الأحزاب في العراق تستغل هذا الفيروس لكسب المال عن طريق الفساد، وبالتالي لا المواطن لا يستطيع أن يصدق هذه الإدعاءات الحكومية بأنها سوف تجد علاجا للفيروس، وخاصة أننا نرى في العالم لم يجدوا، ولكن الحكومة العراقية تدعي هذا الأمر. وأيضا أعلنوا أن هناك شركات من الآن تريد احتكار هذا الدواء، يعني من الآن الفساد بدأ ومن الآن استغلال الدواء بدأ، وبالتالي لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة صراحة أو البيانات التي تصدرها، والواجب أن يحمي المواطن نفسه قدر الإمكان، لأنه لا يستطيع التعويل على أجهزة الدولة الصحية والمراكز الصحية لحماية نفسه من هذا الفيروس. من إسطنبول الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو القرداغي، شكرا جزيلا لك.